السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما ناقصكم خير بإذن الله. كنا تكلمنا في اليومين الماضيين على جريمة بشعة وقعت ضواحي مدينة أكادير، وبالضبط منطقة اللي الاسم ديالها القليعة. أم اللي غتصفيها الابنة ديالتها وفلدت الكبد ديالها بطريقة بشعة وفي ظروف غامضة. بعد وقوع الجريمة وتم اعتقال الأم اللي تبين فيما بعد أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية. إذن بخصوص هذه القضية وقعوا مستجدات صادمة بخصوص الأم، وشنه هي الخطة اللي كانت ناوية تنفذها في هذاك النهار المشؤوم. إذا لمزيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزابيوش. بخصوص الناس اللي مازال ما عارفينش الحيتيات والظروف ديال هذه القضية، غنبدأ بقراءة الخبر من الأول إلى الآخر ديال المستجدات. إذا خليكم مركزين معايا خوتي. إذن الخبر الأول يقول أنه اهتزت مدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول ضواحي أكادير صباح الثلاثاء 31 يناير الجاري على وقع وفاة مفجعة لفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة. وجدت جثة هامدة من طرف والدها في ظروف غامضة بإحدى غرف المنزل المتواجد بحي بن عنفر وسط مدينة القليعة. وأكدت مصادر مطلعة بأن الأب قام بالإبلاغ عن الواقعة، حيث تحوم الشبهات حول تورط الأم في قتل ابنتها القاصر في ظروف لا تزال غامضة. وأضافت ذات المصادر بأن الأم الثلاثينية التي تعاني من اضطرابات نفسية يشبه في إقدامها على خنق ابنتها التي تدرس بالسنة الثالثة إعدادي حتى الموت، خصوصا بعد العثور على بعض آثار العنف على جسم الضحية. هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بإنزكان لمكان الحادث، حيث تم تمشيط مسرح الجريمة قبل أن يتم توقيف الأم المتهمة وإخضاعها لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية. في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. أما فيما يخص المستجدات فوالله أخوتي هادشي اللي غتسمعوا جد صادم بالفعل، والعنوان كيقول أنه تدخل بطولي لطفل ينقذ أسرة من مجزرة حقيقية ضواحي مدينة أكادير. في هذا السياق كشفت التحقيقات حول جريمة قتل أم لابنتها بالقليعة عمالة إنزكان أيت ملول ضواحي أكادير عن عملية بطولية قام بها طفل يبلغ من العمر 13 سنة، إذ أن الأخير جنب أسرته مجزرة دموية كانت المشتبه فيها تنوي القيام بها بعدما أزهقت روح ابنتها البالغة من العمر 14 سنة، والتي كانت تتابع دراستها قيد حياتها بمستوى الثالثة إعدادي. وذكرت مصادر إعلامية أن المعنية خططت لقتل أبنائها الأربعة بالتسلسل في ليلة واحدة عن طريق الخنق بواسطة أكياس بلاستيكية بعد تكبيل أياديهم وأرجلهم، إلا أن واحدا من الأبناء فطن لخطتها وأنقذ باقي إخوته من خطة أمهم المصابة باضطرابات نفسية ليتوجه بهم نحو منزل آخر يقطن به والدهم. هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث المأساوي حلت بعين المكال عناصر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالقليعة التي تدخلت على الفور وتمكنت من اعتقال الأم وإحالتها على المركز القضائي للدرك الملكي بإنزكان لمباشرة الأبحاث في هذه الجريمة البشعة. إذن أخوتي هذا هو الخبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، كارثة بجميع المقاييس أخوتي. بعد قراءة الخبر كاينين مجموعة ديال الاستنتاجات اللي هي على التالي. هذه واحد الأم اللي هي ثلاثينية مفارقة مع رجلها اللي عندها معاه أربعة أطفال، أكبرهم هي الضحية اللي ماتت واللي في عمرها 14 سنة. إذن الوالدين مفارقين،
الام على الوليدات بربعه بهم في واحد الدار والاب في دار اخرى، واش مطلقين ولا غير مفارقين، واش الاب مزوج مراه اخرى ولا لا، فالله اعلم. الخبر ما جاش فيه هاد الحقائق او لا هاد الاخبار. ثاني حاجه، الام الثلاثينيه كتعاني من اضطرابات نفسيه، وهي اللي مسؤوله على تربيه اربعه اطفال بوحديتها داخل المنزل بلا ما يراقبها شي واحد او لا يرد لها البال شي حد ويرد البال الادويه ديالتها الا كانت كتاخذ شي ادويه ديال الاضطرابات النفسيه. اذا الخلافات بين الزوجين هي اللي غتسبب في هذه الكارثه وفي هذه المجزره. اكيد ان الام غادا تحاول تنتقم من الزوج ديالها بقتل الابناء، وهذا النوع من الجريمه قرينا عليه بزاف سواء بالمغرب او حتى بدول اوروبا وامريكا. اكثر شيء كاينين امهات اللي كينتقموا من الازواج ديالهم او لا كتنتقم من الطليق ديالها عن طريق قتل الابناء، يعني كتحرموا من الابناء ديالو، وهذه كتشوف فيها طريقه انها غادي يعني تدمروا وتدمر لي حياته بهذه الطريقه البشعه. المهم نرجعوا للقضيه اللي امامنا اليوم. هذه الام يقدر كانت كتفكر منين تقتل ولادها غادا تنتحر موراهم، ولكن الخطه فشلات بعد التدخل البطولي ديال الابن ديالها اللي اعتق خوته من موت محقق. الام مريضه حاولت تقتل ولادها كاملين داك الصباح، وبدات بالبنت الكبيره، ربطت ليها يديها ورجليها بالكورده باش يعني تسيطر عليها وتشل الحركه ديالها، ومن بعد هذا الشيء خنقاتها بواسطه كيس بلاستيكي حتى الموت، وكانت ناويه تقتل حتى ولادها الاخرين كاملين بنفس الطريقه وبالتسلسل. ولكن ربي كبير والروح عزيزه عند الله، ربي نبه الابن اللي في العمر ديالو 13 سنه وفاق من النعاس وشاف الام ديالو تتقتل اختو، وربي دار ليه الشجاعه والعزيمه في قلبه وفيق خوتو الصغار وتسللوا غير بشويه بلا ما تسمعهم الام ديالهم، حلوا الباب وهربوا عند باهم اللي كيسكن بوحديته في شقه ثانيه. ومني الابناء وصلوا عند باهم علموا الابن البكر بداك الشيء اللي شاف ماماه دارته في اختو وقتلاتها. وهنا بسرعه الاب غيتوجه لمنزل الزوجة وغيلقاها فعلا قتلت البنيته الكبيرة عن طريق خنقها، وهنا غادي يعلم السلطات اللي غتدخل على عجل وتحضر الى مسرح الجريمة. اذا اخوتي كيف ما سمعتوا في الخبر، كيف يعقل لهذا الاب انه يخلي مسؤولية ديال ربعة ديال الوليدات الام اللي مريضة وماشي في الوعي ديالها ومريضة عندها اضطرابات نفسية وعقلية؟ هاد الوليدات النهار الاول ما كانش خاصهم يبقاو مع هاد السيده بصفه نهائيه، لانها حمقه وكتشكل خطر على راسها وما بالك الاطفال ديالها، وكذلك كتشكل خطر حتى على الناس اللي محيطين بها واولهم الوليدات ديالها. كيف يعقل ان امراه عندها اضطرابات نفسيه غادا تربي وغادا تطيب وغادا تدوش وتقري اربعه ديال الوليدات صغار؟ راه لا يعقل، هادشي ما كيدخلش للعقل نهائيا. دابا غير قولوا لي كيفاش غتكون النفسيه ديال هاد الوليدات، خصوصا الابن الاكبر اللي في عمره 13 سنه اللي شاف الام ديالو كتقتل اختو بطريقه مروعه، واش هادشي غادي يتسمح ليه من بالو؟ اكيد لا، هاد الفيلم غيبقى بين عينيه مهما كبر في العمر، عمرو ما غينسى داكشي اللي شافو وداكشي اللي دارت ماماه. والاخطر من ذلك، عارف ان امو كانت ناويه تقتلو هو وخوتو الاخرين لولا الالطاف الالهيه، ولولا ان ربي نبه هاد الوليد هذا مسكين وفيق خوتو وهرب بهم عند باهم. اذا قولوا لي كيفاش غيكونوا هاد الوليدات في نفسيتهم؟ اكيد غادي يتدمروا وغادي يتعقدوا مساكن، والاكثر من ذلك شكون غادي يعتني بهم اليوم مورا هاد الفاجعه هاد الجريمه؟ بزاف ديال الجهات كيتحملوا مسؤوليتها، اولهم الاب. الاب هو اول مسؤول على الجريمه اللي مخلي ولادو مع وحده مرفوع عليها القلم ومسلمها مسؤوليه هي غير جديره بها. اذا حتى الاب كيتحمل جزء من المسؤوليه اخوتي في هذا الشيء اللي وقع، وكذلك وزاره الصحه كتحمل جزء من المسؤوليه، لانه ما عندناش مستشفيات اللي يشدوا هاد الناس ويعالجوهم، وها هي الكارثه وقعت. والبكاء مورا الميت خساره، ارى لينا الا كاينين شي حلول مستقبلا، اما باش ندبو نقولو بنت مسكينه قتلتها امها حمقه هادشي لا ينفع. الميت مات
وتدفن واللي وقع وقع، واش كاين شي حلول غادي تطبق على ارض الواقع او لا هذا السيناريو غيبقى دائما يتعاود؟ الله يدير تاويل الخير للجميع اخوتي. ما تنساوش انكم تخليوا لي التعاليق والاراء ديالكم اسفل الفيديو. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، مع السلامة.